المزيد حول الأسواق الخليجية مع زميلة ماري سالم محللة الشرق. أهلا بك ماري، شكرا على انضمامك. دعينا نبدأ أولا بتداولات الأسواق. يعني اليوم الأسواق الإماراتية تواصل المكاسب، تحدثنا يعني ربما في الجلسات الماضية عن هذه المكاسب المستمرة. الآن يمكن أن نقول الأسواق الإماراتية من ضمن الأفضل أداء في الأسواق الناشئة منذ الربع الأخير من العام الماضي، ولا زالت تواصل المكاسب. ما الذي يدعم كل هذا الزخم؟ هلا ذكرنا سابقا محمد انه كان في شيء كثير اساسي بالاسواق المحليه وخاصه سوق دبي المالي، انه الفالويشن تبع الشركات صارت كثير متدنيه، يعني صارت الاسعار جدا مغريه بالنسبه للمستثمرين. وهلا نحن داخلين على موسم نتائج الشركات للسنه 2020 والربع الرابع من 2020، كلها صارت نوعا ما متوقعه بالنسبه للمستثمرين، فما في شيء متخيلينه انه ممكن يكون مفاجئ. بالعكس عم نشوف يعني، وخاصه هلا بلشنا شوي نشوف المنطقه نتائج شركات عم تطلع مثل كيو ام بي، رغم انه مسجل خسائر بس انه ما لقينا في عنا ضغط على من المستثمرين عليه للسهم. بالعكس كان في نوع من الايجابيه من قبل المستثمرين، لانه صار عنده نوع من الادراك ليش الشركات حتكون نتائجها مش ايجابيه مثل الفترات مقارنه بالفترات ذاتها من السنوات اللي قبل. طيب اليوم مريد ان ننتقل ايضا الى البورصه القطريه، لانه اليوم نشاهد الادراج يعني الاول منذ 2019 شركه كيو ام، واضح انه كان في إقبال على عملية الاكتتاب ونسبة التغطية كانت أكثر من 100%، وحتى السهم في أول الجلسات ارتفع بحدود 17%. يعني على مستوى الخليج خلال السنوات الماضية موضوع الاكتتابات الأولية كان ضعيفا لشكل كبير، يعني نتحدث عن شركات محدودة التي تم الاكتتاب عليها أو تم إدراجها في البورصة. هل ستكون هذه السنة مختلفة بموضوع الاكتتابات؟ ليك هلا مسابق انه موضوع كيو ال ام تحديدا القطاع اللي هو عم يدرج فيه قطاع شوي هلا هالفتره، يعني لك بحلقات سابقه عن الاكتتابات يلي صارت بال 2020 وهن سبعه كلهم كعدد بكل البلدان، بس بسنه 2021 يعني في كثير شركات كانت بتدرج الاسهم تبعها بالاسواق بال 2020، اجلتها لل 2021 بحيث انه يكون في عندنا شوي منظور مختلف بوضع الكورونا وحتى الافكت تبعها. فكيو ال ام اليوم قطاع التامين تحديدا يعني انه نشهد عليه هذا الزخم يلي كنا عم نشهده، يعني انت ذكرت 17% هو خلال النهار حتى وصل 25% بارتفاعاته، يعني كان الاقبال عليه كثير كبير. حنشهد ادراجات زياده بهيدي السنه وحيكون في عليه اقبال، لانه صار في عندك نوع من الطمانينه من قبل المستثمرين، وخاصه الانفتاح يلي صار ضمن دول الخليج على بعضها هلا حيزيد شوي من استثمارات المستثمرين بين الدول، يعني بالادراجات اللي حتدرج. أشكرك زميلة ماري سالم محللة الشرق، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات.